السلام عليكم. بسم الله، اليوم ان شاء الله غنحاولوا باش نهضروا على كيفاش نبداو لا نيموغوتاسيون ديال لي رابور دو فان ستاج، وبيا لي رابور اللي تيكون عندنا مثلا في يعني لي رابور دو بروجي دو فان دي سود من اون باج اللي تكون ديفيرونت. مثلا هنا الا جينا نعتبروا فلا باج ديالنا غتبدا من غنحاولوا نبداو لا نيموغوتاسيون من لا باج اللي عندنا هنا اللي هي لا باج 4 اللي فيها لانتروديكسيون. ف اشنا هي الطريقه اللي غنحاولوا نعتمدوا لها؟ دونك الى اعتبرنا دونك نحاولوا نشوفوا مثلا هنا لونسومبل ديال لو دوكيمون. فلو دوكيمون هنا بادي فيه ثلاثه لي باج ما بغيناهمش يكونوا نيميروتي، وبنا نبداو ديريكتومون من لا باج 4. الوغ الطريقه سي تري سامبل. اول حاجه فالى بنا نبداو من لا باج 4 اللي فيها لانتروديكسيون، فاول حاجه غنبداوها هو اننا غنمشيو للخارج ديال هاد لا باج، غنمشيو مباشره لا ميزون باج. اون فو فيغ ان سامبل كليك وغتبان لينا هنا سو دو باج، غنكليكيو على ديك لا فلاش ديال سو دو باج. دونك الطريقه هي نفسها سوا في وورد 2010 او لا وورد 2007 او حتى 2013، ما كاين حتى شي تغيير نهائيا. الوغ هنا غنوركو على باج سويفونت، من بعد غادي نمشيو نديرو ديريكتومون هنا دوبل كليك في لو بي دو باج. وكيف تلاحظوا فالبلاصه فين درنا باج سويفونت فدازت هنايا كانت سيكسيون 1 سيكسيون 1 سيكسيون 1. ما جوج بينا مزيان في لا فيديو. المهم انه البي دو باج مكتوبه سيكسيون 1 سيكسيون 1 سيكسيون 1، والبلاصه فين دزنا لا سيكسيون 2 ولات تتسمى من لانتروديكسيون ولات هي البدايه ديال لا سيكسيون 2. من بعد غادي ندوزو لديك لي بريسيدون، فحنا غنحيدو الرابط ما بين لا سيكسيون 2 ولا سيكسيون 1، غنحيدو هاد لي او بريسيدون اوتوماتيكمون. ما بقى لنا دابا الا اننا نبداو لا نيميروتاسيون. الوغ لا نيميروتاسيون غنمشيو في الاول فورما دو نيميرو دو باج، ومباشرة هنا غنكتبو أبارتيغ دو ونكتبو أن مثلا، ومن بعد تيبقى لنا غير نختارو لو با دو باج اللي هو بسيط. فهذا بطبيعة الحال لأن بزاف الدراري فاش يبغيو يدوزو يكتبو لي رابور فتيقعو بزاف المشاكل كتخلي لاباج الأولى مهزولة، فالوورد تيعطي هاد الإمكانيات كاملين. هنا ملي غنكليكي على واحد فتلاحظو بأن لي باج الأولين ماشي نيميغوتي، ولكن انطلاقا من لا سيكسيون دو ولا نيميغوتي. شكرا، بون شونس للجميع والتوفيق في لي رابور ديالهم وفي لي ستاج ديالهم إن شاء الله.